النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جاء بالإسلام فرفع به الخسيسة وأتم به الناقصة وأذهب به العيب وأذهب به اللوم، فلا لوم على المسلم، إنما اللوم لوم الجاهلية. هذه كلها نصوص تبين لنا علينا أن نتخلص من الانتماءات والعصبيات والقبليات، وهذه نتائجها خطيرة علينا في المستقبل، لأن أعداء الثورة الآن يلعبون عليها. أنتم قادمون الآن على انتخاب مؤتمر وطني، والمؤتمر الوطني هذا هو بيده الحل والعقد في مسألة حيوية بالنسبة إلينا. ما هي المسألة الحيوية؟ هي في اختيار دستور يحكم شرع الله، لأننا إذا انتهينا في نهاية المطاف إلى دستور لا يحكم شرع الله فقد ضاعت كل تضحياتنا هذه هباء منثورا لا قيمة لها. لأننا إذا احتكمنا إلى غير شرع الله فلن تقوم لنا قائمة. الاحتكام إلى شرع الله هذا فرض عين، ليس لنا فيه خيار. الله تبارك وتعالى ذكر لنا في كتابه في آيات كثيرة أنه ليس لنا خيار في هذا. أنت مسلم، ما سميت مسلما إلا لأنك تستسلم وتنقاد لأمر الله عز وجل. إذا أنت لم تذعن ولم تنقاد لأمر الله فلست مسلما. كيف يكون انقياد لأمر الله؟ هل يكون كما يذاع بذلك تذيع الآن القنوات المشبوهة تستضيف الناس الذين لا يبالون يتكلمون بالكفر أو بالإيمان، لا يبالون يتكلمون يلقون كلاما على عواهنه لا يدركون مخاطره ولا مآلاته ولا ما يترتب عليه. بعضهم يقول نحن نريد مسلمين لا نريد دولة مسلمة. هل هذا كلام صحيح؟ دعنا العاطفة، نزل هذا الكلام بالميزان العلمي الشرعي الصحيح بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل طلب منا أن نكون مسلمين، بمعنى أن الإنسان يصلي أو يسمي نفسه مسلما هكذا ثم لا يفعل الإسلام إلا عندما نقول نحن نريد مسلمين لا دولة مسلمة. معناه أنك كأنك تقول نحن مسلمين مع وقف التنفيذ، ما في شيء عامل. مسلم سمي نفسك مسلم، بعد ذلك المهم أنك تكتب نفسك مسلم في كتيب العائلة وجوار السفر، ثم بعد ذلك انتهت تبعية عليك وانتهت مسؤولياتك ولا حرج عليك. هل هذا هو الإسلام الذي طلبه من الله عز وجل أن نتحاكم عليه؟ نلاحظ آية القرآن. القرآن عندما يتكلم على أنه لا خيار لنا في اختيار الإسلام لم يتكلم بالتحاكم بالحكم. ما يتكلم بأن تكون أنت مسلم والدولة لا ضير عليك. يعبر بالحكم، يقول وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله، يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله، يقول أفحكم الجاهلية يبغون. يتكلم على أحكام، لا يتكلم على يعني سلوك شخصي لك أنت تكتب نفسك مسلم ولا تكتب نفسك مسلم. هذا لا يساوي شيئا، هذا صحيح لابد منه لصحة إيمانك بأن تدعي، لكن مقتضى إيمانك وإذعانك لله عز وجل أن تتحاكم لله. الله تبارك وتعالى يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. واهل العلم فسروا ما هذه الايه وقالوا الانسان اذا كان يعتقد ان حكم الاسلام هو خاص بالفتى السابق فقط وان احكام الاسلام لا تصلح اليوم للحكم لأن العالم تقدم والحضارة الإنسانية كل يوم تتجدد
والإسلام جابر وأحكامه لا تصلح بأن تواكب العصر ولا أن تلبي حاجات الناس. من اعتقد هذا الاعتقاد فبإجماع المسلمين هو خارج عن الملة، لأن الله عز وجل أنزل القرآن وأنزل الإسلام هو خاتم الأديان من حين أن نزل إلى قيام الساعة، صادف لكل زمان ومكان. وأخبر الله تبارك وتعالى بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، دين كمل، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وجعله دينا للعالمين، ليس لأمة خاصة ولا لقرية ولا لمنطقة، بل إلى قيام الساعة لجميع الخلق. فمن يظن أن الإسلام لا يصلح لآخر الزمان، ولا يصلح لأصحاب الحضارة، ولا يصلح لفئة أو يصلح لفئة دون فئة، فهذا باتفاق المسلمين هو خارج عن الله. لابد أن نعتقد أن الإسلام صادق لكل زمان ومكان، وأنه فيه حلول لجميع أحكام التي تنزل بالناس إلى قيام الساعة. إذا حقق المسلم هذا الاعتقاد ولم يطبق ولم يعمل بشرع الله، قالوا هذا فاسق وليس كافرا، مرتكب معصية كبيرة من الذنوب، عليه أن يتوب عليها. إذا المسلم السوي ماذا يجب عليه أن يفعل؟ كما أخبر الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا واجب شرعي لا خيار لنا فيه. طيب، ما دام هذا واجب شرعي، ما يوصلنا إلى هذا الواجب الشرعي لابد أن يكون واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نحن الآن مقبلون على اختيار مجلس وطني هو الذي يشكل من يصور الدستور، والذين يصورون الدستور هم الذين يضعون فيها المواد التي تحكم البلد، وهم الذين فيما بعد عن طريق الانتخابات النيابية فيما بعد يشكلون الحكومة ويتحكمون في الناس ويحكمون بما يرونه. فإذا لم نحسن اختيارهم ولم نتفقهم على هذا الأساس وهو القيام بدين الله وبأمر الله، فنكون نحن المفرطين، نحن المفرطين، والمسؤولية تقع علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا أنت لم تحسن اختيار من يستطيع أو يوصلك إلى الحكم بشرع الله، فالمسؤولية تقع عليك. إذا فالمشاركة في الانتخابات فرض عين.